السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. أتيتكم اليوم تلاميذ السنة الخامسة بنماذج لوضعيات إدماجية مقررة لامتحان تقييم المكتسبات لغة فرنسية. الوزارة مدت أربع نماذج طرحتهم على الأساتذة باش يكونوا محور التعبير الكتابي. لديكم أربع نماذج. النموذج الأول يكون وضعية عن حيوان. التعليم الوزارية طلبت باش يكتب التلميذ فقرة عن حيوان من اختياره، معناتها الوحدة اللي درستوها في الفصل الأول على لي زانيمو تخير حيوان وتكتب فقرة عليه. راهي الوضعية الإدماجية راهي في القناة مشروحة بالتفصيل على بعض الحيوانات. النموذج الثاني موديل نيميرو 2 على زيارة مكان، ممكن يكون موضوع على زيارة مكان جام فواياجي اون فامي، تختار أي مكان وتكتب فقرة عليه. النموذج الثالث موديل نيميرو 3 يكون على ممكن يكون على الكوارث الطبيعية، يطلب منك باش تتحدث عن كارثة من الكوارث الطبيعية اللي شفناها في البروجي 3. لي كاتاستروف ناتورال، الكوارث الطبيعية ممكن تكون على ترومبلومون دو تيغ، على زلزال ولا على لا سيشغاس، على لانسوندي الحريق ولا على لينونداسيون. دونك هادو اللي درسناه. الموضوع الرابع يكون على البروجي 4، بروجي نيميرو 4 اللي راكم تدرسوا فيه، كاين اللي كملوه وكاين اللي مازال راهم في صدد دراسته. دونك البروجي نيميرو 4 بروتيجون لا ناتور، لنحمي الطبيعة، يطلب منك باش تتكلم على الشجرة مثلا. هذا الموضوع المقرر اللي هو الشجرة، بعد حين سأعطيكم موضوع عن الشجرة لأنه ليس موجود في القناة. بون التلاميذ اللي راهم يتبعوا فيا، الأم ولا الأب انت ما غاديش تحضري لولدك جميع هذه الوضعيات. التلميذ سوف يمتحن اولا في تقييم المكتسبات مثل اللغة العربية، يمدوا لكم نص فيه المحمول الفكري ثم البناء اللغوي على حسب ما يكون الموضوع اللي يمتحن فيه التلميذ. مثلا اذا كان النص في المحمول اللغوي يتكلم عن الحيوانات، التعبير الكتابي غادي يكون على 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 على, على, على حيوان، يتحدث التلميذ على حيوان. الا كان النص اللي امتحن فيه يتحدث مثلا على زيارة مكان ولا على كارثة طبيعية، معناتها التعبير الكتابي غادي يكون على 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 هذا على نفس الموضوع، معناتها ما يكونش خارج اطار الموضوع اللي امتحن فيه التلميذ في امتحان تقييم المكتسبات اللغة الفرنسية. معناتها التلميذ يمتحن مثلا يوم الثلاثاء، بعد يومين سوف يمتحن في تقييم المكتسبات للإنتاج الكتابي، معناتها التلميذ يحضر نفس الموضوع اللي امتحن فيه في تقييم المكتسبات. وهذا المواضيع راهي موجودة كامل في القناة، اكتب فقط عنوان الفقرة واسم القناة يطلع لك الفيديو وتلقى المواضيع مشروحة بالتفصيل، ما عدا قلنا الموضوع اللي يتكلم عن الشجرة الآن سوف أعطيه لكم وأشرحه لكم. عندكم هنا موضوع عن الشجرة، باردون، لاربر، الشجرة. لاربر est un être vivant، الشجرة هي كائن حي. il se nourrit respire il se nourrit respire et se développe، هي تتنفس تتغذى عفوا تتنفس وتتطور. comme او développe او تنمو مثلنا. l'arbre est très utile est très utile، الشجرة هي جد نافعة. il dégage de l'oxygène que nous respirons، هي تطرح الأكسجين الذي نتنفسه. il nous donne des fruits، هي تعطينا الفواكه. de points مثل هنا des pommes التفاح،
دي زورانج البرتقال اي دي بانان الموز. غراس ا لارب بفضل الشجره لو مينويزيي فابريك دي موبل اون بوا. قالك بفضل الشجره لهنايا فاش نسموه النجار يصنع الاثاث باللوح يصنع دي طابل دي طابل دي شاز طاولات دي طابل دي شاز كراسي ارموار خزانات اون ايتي في الصيف انو بروتيجي دو سولاي. قالك في الصيف تحمينا من الشمس معناتها بالظل تاعها تحمينا من الشمس. سي بوركوا il faut l'aimer et le respecter. لهذا يجب باش نحبوا الشجره يجب ان نحب الشجره ونحترموها. دونك جو ريبيت l'arbre est un être vivant. Il se nourrit, respire et se développe comme nous. L'arbre est très utile. Elle dégage de l'oxygène que nous respirons. Il nous donne des fruits, des pommes, des oranges et des bananes. Grâce à l'arbre, le menuisier fabrique des meubles en bois, tables, chaises, armoires. En été, il nous protège du soleil. C'est pourquoi il faut l'aimer et le respecter. Donc, هذا الموضوع الأخير اللي يكون على الشجرة ولا تصادفوا الكوارث الطبيعية لي زينونداسيون ولا زيارة مكان ولا يطلب منكم باش تتحدثوا على حيوان من الحيوانات. إذا بالتوفيق أعزائي التلاميذ للجميع في هذا الامتحان. مع السلامة. بون شونس.